السلام عليكم، كي دايرين؟ شو اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. شوفوا شنو جبت، شنو بغيت نشارك معكم اليوم ان شاء الله. الحلزون، دب الحلزون. دب الحلزون فوق حجارة، ياك. المهم شوفوا، راه جبت شريته، هذا كيلو، كيلو تاع البربوش، ها هو راه باقي في الشبيكه ديالو. المهم هذا راه السيد اللي شريته من عنده قال لي راه صايم، يعني مصومو صايم عنده. هاو باش تعرفوه صايم، تتكون سبحان الله العظيم كيكون داير صاي، كيكون داير عليه هاد القشره هادي كله هكذا لاصق، شتيها؟ صايم يعني، صايم يعني نقي. فوالا، انا غادي نفيقو، اش غادي ندير ليه؟ غادي نحطو في واحد الباسينه ونرشو بالماء ونخليه حتى يفيق ويخرج. مهم بحال هكذا، اللي شراه صايم هكذا راه صافي، يعني غير كيغليه ويحيد لي ديك الكشكوشه ديالو ويدير لي العشوب ديالو ويطيبو نيشان. واللي ما شراش هكذا صايم، يعني شراه من عند مولاه ديجا فايق، يعني خارج من لاكوكي ديالو، خاصو هو يصومو في الدار، يعني يديرو في النخاله ولا يديرو في هذيك التيشه ديال الزرع، يديرو في التيشه ديال الزرع ويخليه ليله كامله ولا 3 ايام ولا على حساب، يعني يصومو حتى يخرج كاع دوك الفضلات ديالو وداك الوسخ ديالو، عادي بدا يغليه ويطيبو. يلا خليكم معايا نمشي نفيق هذا الحلزون. البربوشه وفق، المهم خويت عليه الماء مزيان، المهم حتى اتفق اتفق نيت، المهم حتى خرج، يعني خرج من ديك لاكوكي ديالو. شوف 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 شحال زوين مسكين. ايوا غسلته مزيان 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 مزيان، عرفتي راه غسلته تقريبا شي 7 تاع الغسلات. هذيك السبعه يعني الاخرى درت ليه الملحه مزيان، درت عليه الملحه وفركته في الماء، عرفتي داكشي اللي خرج تبارك الله. حتى ديك تيخرج سبحان الله ديك جيل ديالو اللي كتكون يمكن مزيانه حتى هي للجميل. المهم هذيك، المهم تفرك مزيان كاع داك الفضلات، هو اصلا مسكين معاه كان صايم، يعني ما فيه حتى شي حاجه. صافي غسلته مزيان ونقيتو، يعني هادو اللي حيين ها هما راه كلهم ستيتهم، هادو اللي حيين كلهم هما هنايا، وهادوك اللي يعني تيكونوا مشكوك فيهم تيكونوا بحال خاويين ولا سميتو، درتهم في واحد شويه الماء وخليتهم. المهم ها بحال مثلا هادي، ها هي ها هي خرجت، شتي؟ غادي نزيدها هنايا. صافي بحال هادوك تيكونوا بحال هكا خاويين، كديرهم في الماء من بعد ما تكونوا غسلتهم مزيان تاهما وداكشي، كديرهم بحال هكذا في الماء وكتخليهم. الا كانوا شي وحدين حيين راه كيخرجوا، ما كاينينش كانوا خاويين يعني، صافي راه كيبقاو هكذاك. صافي هادشي اللي كاين. المهم نمشيو ندوزو دابا داكشي اللي العطور اللي غادي نديرو معاهم، ها هما. المهم حنايا نديرهم على الطريقه المراكشيه، حنا كنديرهم فيهم بزاف تاع الاعشاب صراحه في مراكش، يعني المهم كنعقلنا الوالد الله يرحمه هو اللي كان تيصايبو لينا بزاف. ولكن فاش شريت هاد، يعني فاش شريته من المارشي، شريته من عند واحد السيد جزائري، وسولتو يعني سولتو حتى هو هكذا، سولتو شنو كيديروا فيه داكشي، هو قال لي حنا في الجزائر كنستعملوا فقط جوج الاعشاب، يعني كيستعملوا واحد العشبه سميتها النونخه والزعتر فقط، يعني قال لك هادو هما اللي سميتو. صافي فاش جيت هكذا للدار، حيت انا هاد النونخه ما عمرنا حنا درناها في مراكش، كنديرو حنايا بعد دابا نقول لكم شنو كنديرو. ولكن فاش قرات عليها هكذا في جوجل صراحه عندها حتى هي منافع كثيره كثيره، المهم تطابيو هكذا في جوجل النونخه وعادي تشوفوا، هي سميتها الزريعه ديال بشنيخه، بشنيخه هذيك اللي كتباع بحال هكذا، حنا بشنيخه انا تنعرفها يعني في مراكش كنشريوها تنقيو بها سناننا. دوماج ما عنديش ما نوريها لكم، تنقيو بها هكذا في السنان. المهم سميتها بشنيخه، وهذيك النونخه هي الزريعه ديالها هكا دايره، هي هذيك النبته النونخه هكا، وعندها منافع كثيره الصراحه، ما كانتش في خباري. المهم بعد قرات عليها وداك الشيء، يعني عندها منافع كثيره. شو 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 هذه فين طالعه هربانه،
الو حنايا شنو نقول لكم شنو كنديروا فيه؟ عندنا شويه تاع السلميه، هي السلميه او تيقولها بالفرنسي لاصوج. عندنا مرد الدوش او كاين اللي كيقول المرداقوش مارجولين بالفرنسي، المهم مرد الدوش راه معروف في مراكش بزاف مرد الدوش. عندنا النافع مع شويه تاع حبه حلاوه، النافع البلدي مخلط مع شويه تاع حبه حلاوه. انا ما عندي غير كيلو، ما عاديش نكثر بزاف، يعني ندير غير القياس. عندي واحد الباديانا او النجيمه، عندي حبه تاع قعقله او الهيل، عندي شويه من القزبر حبوب، عندي شويه من البزار حبوب، عندي شويه درت غير شويه تاع السودانيه، هذيك الفلفله الحاره من السودانيه. عندي الخرقوم بلدي عود، عندي سكنجبير، ما عنديش اليابس، درت واحد شويه تاع سكنجبير طري. هذا واحد القشره تاع الرمان. عندي خدنجال، هذا هو اللي بزاف كنديرو حنا في مراكش، خدنجال هما جوج، درت جوج عويدات. عندنا عرقسوس، حتى واحد العود ديال عرقسوس هو هي قسمته على جوج. عندنا عود تاع القرفه، عندنا جوج ورقات تاع هذا الراوند او سيدنا موسى، ورقات سيدنا موسى، واحد شويه الملحه، عندي واحد القشره تاع الليمون، عندي الزعتر، وهذيك النونخه. هادو هادشي اللي غادي نستعمل فيه ان شاء الله. المهم راه درت انا الماء يغلي باش ندير فيه هذا، ندير فيه الحلزون، ندير فيه البربوش ديالنا. المهم هو من الاحسن فاش تغسلو غسلو بالماء بارد، تغسل مزيان بالماء بارد، وفاش باش يخرج هكذا، باش يخرج من بعد فاش ديرو في الماء سخون يطيب، لانه هو باش كي يعني كيقولوا الذبيحه ديالو. المهم هي الماء سخون باش يبقى كوميم خارج، ما يعذبناش في الماكله. بنتي كتبكي كتقول لي ماما عارفه ما ديريش، خلينا نلعبوا به. صافي هذا الشيء اللي كاين دابا، غادي نديرو في الماء ونوريكم من بعد شنو غادي ندير. هاي الكوشة عاوتاني طلعت، عرفتي كي دايره بحال لزيجه ديال تاع شي ماسك. صافي نبقاو هكذا حتى ما تبقاش هذيك الكشكوشه مازال طلع. المهم دابا حيت ما بقاش هذيك لاموس، يعني هذيك الرغوه ما بقاتش كطلع، صافي هي دابا الماء نقي. وكاع الا بغيتو مثلا مثلا الا بغيتو تحيدو ديك الغليه الاولى، يعني من بعد ما كطلع ديك الغليه الاولى وتحيدو ديك الكشكوشه، يعني الا بغيتو تبدلو الماء في الاول تقدروا تبدلوا داك الماء وتعاودوا ديروا ما واحد اخر يكون حاميه، ما ديروش الماء بارد. سينو كتبقاو تتحيدوا هذيك فين ما طلع ديك الرغوه، كتحيدوها فين ما طلع ديك الرغوه، كتحيدوها حتى يولي الماء هكذا يعني نقي، ما بقاتش فيه هذيك لاموس، ما بقاتش كطلع. صافي من بعد كتزيدوا هذوك العشوب ديالنا. دابا عاد صافي غادي نزيد هذوك العشوب. أكبر دوا البرد، هذا دوا البرد تبارك الله، شحال نشبع. دير هذيك الكميميسه حتى هي، دير واحد شويه تاع الملحه. صافي ونخليوه يدير مزيان هكذا غير هو ما خاصكمش تغطيو عليه، حتى الا غطيتو عليه هذيك تيطلع ديك الرغوه كتفيض. ديروا ليه غير هكذا وتخليوه فقط، ايوا ونتسناوه يوجد ان شاء الله. خليكم معايا. البربوش او الحلزون او غلاله كما كيقولوا ليها خوتنا الامازيغ وجدات على هذا الشكل. جبت جامع الفنات لفرنسا. صراحه ما نقولش لكم واحد الريحه كي كانت طالعه، يا سلام. المهم كلشي طاب على حقه وطريقه. هذا الصوص ديالو او هذاك الماء اللي طاب فيه جان جديد جبنين بهاد الاعشاب.
مهم، نتمنى ان شاء الله تكون هذه الوصفه او هذه الطريقه راقتكم وعجبتكم، وعلاش لا ما تجربوهاش ان شاء الله وتخلوا لي كومونتير وتردوا عليا الاخبار. وما تنسونيش من جيم، ما تنسونيش من بتي كومونتير، ونتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ديالي يكون عجبكم، وشكرا بزاف على المشاهده، ونجربوا نشوفوا واحد البربوشه هي. بسم الله، كاين اللي ما كيعجبوش. بسم الله، يا سلام، ما شهيتكمش، اسمحوا لي بزاف بزاف. ايوا نخليكم مع